كان يا مكان يا سادة يا كرام، هيحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنحكي النهاردة حدوتة الراعي الكذاب. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك راعي يقوم برعاية أغنامه في قرية جميلة خضراء، وكان سكانها يشتهرون بصدقهم وحب مساعدتهم لبعضهم البعض، ويشتهرون أيضا بكرم أخلاق. لكن هذا الراعي الكذاب لم يكن بنفس أخلاق، كان يحب الخداع والمزاح، ويعتقد أن الحيل والخدع مسلية. في ليلة من الليالي وهو يحرس الأرض